هو فعلا طز في مصر. اخص، هذه هي افكار وابجديات وادبيات الجماعه ومرشديها. طز في الوطن اللي كلنا بندافع عنه. هرجع اقول لكم، عقول هذه الجماعه وموالتها لا تنظر الا للتمويل، لان هم كده لا ينظرون الا الى التحريض، لان هم كده لا ينظرون الا الى الشتيمه والسباب. عندكم احد هؤلاء الموالين مثلا شاب اسمه عبد الرحمن عز. عبد الرحمن عز بدون اي شخصنة كاتب الاتي الحقيقة على حسابه وعنده 75 لايك، بيقول: يوسف الحسيني كلب سويرس الشيوعي المذيع بقناة اون تي في كان احد المعتدين بالامس على الاخوان عند مقرهم، غدا يلقى جزاؤه هو واسياده. كويس، عبد الرحمن شتمني وقال عليا كلب سويرس، يرد العيال اياها اصحاب عبد الرحمن او موالات الجماعه، يقول لك يوسف هو اللي قال كده. هو طبعا انا ما قلتش كده، لكن انا قلت ده بقى. تعالوا نرجع للسياق. لما باسم بنتكلم معاه في برنامجه الجميل وبيقول انا طفل سويرس انتوا ايه، قلت له هم مسميني كلب سويرس، وقعدنا نضحك. هم ده اللي هو انتوا، لانه دي الكلمه اللي حضراتكم كتبتوها، او بالاصح محاصرين المدينه كتبوها عند حصار المدينه اولا، واللي خرجنا لهم بصدور عاريه تماما، لا معانا لا بودي جاردات ولا بلطجيه ولا غيره. وقفنا صلينا معاهم، اصل احنا كفره فبنصلي الجمعه، واصل احنا بنكره الاسلام فورينا صلينا ورا الشيخ صفوت بركات والشيخ الزغبي. صح؟ بس ماشي. عبد الرحمن سب وقذف علنا وهدد بكلمه غدا يلقى جزاؤه هو واسياده. والله يا عبده انا ماليش اسياد، الا وانت ليك اسياد ده موضوع تاني خالص. مفيش حد في مصر سيدي ولا أتخن تخين. حلو كده يا عبده؟ جزائي اللي هو إيه يا عبده؟ هتضربوني؟ اضرب. هتقتل؟ اقتل. هتشوه؟ شوه. هتلوث السمعة؟ لوث. يا جماعة بتقول يا عبد الرحمن إن إحنا إن أنا أحد المعتدين، أوكي. لو سمحت أنا عايز الصور اللي عندك يا عبد الرحمن والفيديوهات والتسجيلات الصوتية اللي موجودة، أنت أو غيرك توجه بيها أرجوك بكرة الصبح إلى مكتب النائب العام شخصيا وتقدم بالبلاغ ضدي. وأنا بقول لك أهو، لو أنت جدع روح، بس أنت مش هتروح يا عبد الرحمن، أنت أو غيرك. ليه؟ عشان كدابين يا جماعة، بلاغ كاذب عاري من الصحة. ذهبت أنا وأصدقاء وزملاء وتظاهرنا وهتفنا، ها؟ وبعدين وخدنا بعضنا ومشينا. ماشي يا عبدو؟ معلش يا حبيبي، تعيش وتاخد غيرها. روح بكرة يا عبد الرحمن، أرجوك قدر الإمكان. أنا بطلب منك، أنت راجل عايز تعمل القانون، روح لو سمحت بلغ عني. ليه يا عبد الرحمن؟ عشان أنا هبلغ عنك بده، والله العظيم وحياة أولادي هبلغ عنك بده. فأنا أطالب بإلزامك قانونا، وده هيبقى بدعوة قضائية بتقديم كل الأدلة اللي انتوا بتتكلموا بيها انت أو غيرك بأن أنا كنت أحد المحرضين على عنف وأن أنا شاركت في اعتداء أو عنف. أطالبك بالإلزام القانوني أنك تعمل ده. غير ده أقسم بالله وحياة أولادي أنا هرفع عليك قضية بهذا. القضية تاخد مجراها يا ابني، احنا لا بنهدد ولا بنبلطج، احنا كله يا ابني بالقانون. كل ده يعدي طالما في قانون، لكن السؤال هو في قانون؟ الحقيقه الواحد بيقعد يتذكر امبارح الكلام اللي اتقال على لسان احمد عارف المتحدث باسم الجماعه. احمد عارف هو بعظمه لسانه زي ما بنقول بالعربي بالمصري كده، ان هو قال كده: شباب الاخوان مش كلهم على نفس مستوى التربيه. انا متاكد يا احمد وده عادي، اصل احنا مش محتاجين تبرير يا احمد، احنا شايفين. اه والله العظيم، لان احنا عارفين، احنا بنواجه ده كل يوم يا احمد، على صفحات الفيسبوك وعلى تويتر او على الصياح اللي احنا بنشوفه قدام مدينة الانتاج الاعلامي واحنا داخلين اشغالنا. ما تشغلوش نفسكم يا جماعة السادة المحترمون والسيدات المحترمات اولا، حتى انصار الجماعة وموالاتها، ما تشغلوش نفسكم احنا بنخش ازاي، مش مشكلة حد، المهم ان احنا هندخل. ما تشغلوش نفسكم احنا بنخرج ازاي، مش مهم. بيصوروا عربياتنا وبيحطوا الصور بره على اليفط ويقول لك دي صورة عربية يوسف الحسيني. يا عم سهلة، هنبطل نستخدم عربيات وهنأجر عربية على قد الحال برضو علشان نقدر نتحرك بيها ونعمل شغلنا. ليه؟ لأن احنا ارتضينا ده يا أحمد، ارتضينا ده يا عبد الرحمن،
ارتضينا ده يا شباب الجماعة وموالتها، ما عندناش أزمة، مش دي القصة. فلوسنا كتير عشان نأجر عربيات؟ أبدا. ولو عندنا فلوس هي بعرق الجبين. حاسبونا على فلوسنا، أرجوكم حاسبونا على فلوسنا وراجعوا ممتلكاتنا وأرصدتنا وشوفوا احنا جايبين كل قرش منين. بعرق الجبين يا ابني. لكن صحيح قول لي يا عبدو، هو انت بتشتغل ايه وبتقبض كام وعايش منين يا ابني؟ ربنا يا ابني يرزقك بالحلال، يرزق غيرك، سواء اذا كانوا قيادات ولا شبان ولا غيره، مش دي المسألة. هنقعد في البيوت وانتوا هتروحوا تروعوا الامنين؟ يا عم مفيش أزمة، هنسيب البيت ونقعد في بيت عند حد من صحابنا، هنقعد في بيت من بيوت المصريين اللي ممكن ما يكونوش صحابنا بس هم اهالينا. ليه؟ مش عشان احنا خايفين، اصل لو احنا خايفين مش هنيجي الشغل، لا، احنا يمكن نكون خايفين على امهاتنا واخواتنا وعيالنا وما الى ذلك، وهنقعد في حته تاني، لكن هنيجي شغلنا وهنخش وهنعمل الشغل وهنستمر في ايلامكم بالحق والحقيقه، او على راي غسان مطر احنا هنعمل الصح، او النبي الصح بالثلاثه. الغريب كل الغرابه ان احنا نلاقي تصريحات السيد رئيس جمهوريه مصر العربيه في مؤتمر اسمه، هذا المؤتمر اسمه مبادره لدعم حقوق وحريات المراه المصريه، واللي كان للاعلام نصيب من هجوم سيادته. اتهم الدكتور محمد مرسي البعض باستخدام وسائل الإعلام للتحريض على العنف. الرئيس حذر إن من يثبت تورطه فلن يفلت من العقاب، أرجوك بس من كله، تورطه في أي حدث عنيف من 25 يناير لحد النهاردة. من 28 يناير يا ريس لما اتفتحت السجون وسجن وادي النطرون اللي سيادتك خرجت منه، حقق لنا يا ريس وعرف لنا مين اللي فتح هذا السجن وحضرتك خرجت إزاي. ممكن نعرف يا ريس، ممكن نعرف يا ريس مذكرة اعتقالك كانت فيها ايه؟ ممكن نعرف يا ريس ازاي كنت بتكلم القنوات الفضائية؟ ممكن نعرف يا ريس، يا ريس، يا ريس، يا بتاع كل المصريين، مين اللي عمل مجزرة بورسعيد؟ مش اللي اتحكم عليهم بالإعدام، مين اللي حرض ومين اللي مول؟ ما تقول لنا كده يا ريس. طب والمجزرة التانية يا ريس؟ طب وموقعة الجمل يا ريس؟ هتحقق في دول؟ هتطلع التقارير بتاعت لجان تقصي الحقائق؟ والورق اللي اتفرم هتطلعه يا ريس؟ ما تقول لنا كده يا ريس، عايزك تحقق.